السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات تحالف كأس فرق الكاميرون 2021 اللي كتدور في يناير 2022. بداية يعني مرحبا بكم معنا دائما، وما تنساوناش باللايكات وبالتعاليق وبالاشتراك كذلك باش يبقى يوصلكم الجديد في هذه القناة ديال الثقافة والتراث المادي ولا مادي وشؤون وقضايا المجتمع. وهذه دابا غير مرحلة ديال كأس افريقيا كنتناولوا فيها كأس افريقيا الكاميرون. المقابلة الثانية بغيت نرجع في عجالة، المقابلة الثانية ديال المغرب مع جزر القمر من خلال واحد ثلاثة ديال النقاط اللي بانوا لي بغيت ندوهم ونسجلو. الأولى هي أنه جميع الناس شافوا من البداية المقابلة، بدا رومان سايس كيرمي الكرة الطوال أيوب الكعبي اللي دخل قلب هجوم رسمي في غياب المستمر ديال يوسف النصيري ولا ديال سامي مايي. فالناس تقلقوا علاش كيرمي الكوري الطوال وما كنديروا بهم والو، ما استفدناش كذا، حق قرار الافارقه يعني الناس ديال وراء الصحراء، حنا كنا افارقه كيديونا الكوري ما دار بهم الكعبي والو. فانا من الضربه الثانيه مع كنمشيو نتفرجوا في طار لومبيونس مع الاصدقاء، المدير لها دار تعليمات صارمه ديال وحيده لولوزيتش اللي عطاها للدراري باش يبقاو يلوحوا الكوري وتايقف رومانسيس اللي عنده الامتداد في القذفات ديال الكوري الطوال يوجهوا لصحابو، لان عارف جزر القمر غادي تهجم غادي تطلع باغا، لان منهزمه في المقابله الاولى خصها باش ما كان خصها تربح يعني بالمقابله ولا التعادل على الاقل ويبقى عندها امل في المقابله الثالثه. فمن اجل من الناحيه التكتيكيه باش تفيكسي الخصم باش يفيكسي جزر القمر في امام المرمى ديالهم، فكان خاصو ياخذ هذا المعطى هذا ديال انه يرميو الكواري الطوال. الكعبي ما تمكنش انه باش يسجل، لان في الاخر اللي سجل شكون هذاك قول لي هو سليم املاح، ومن بعد يعني غلبنا بجوج في اخر المطاف، مي ماشي 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 الكعبي اللي سجل. ولكن هو فعلا فيكسا جزر القمر باش ما تقدرش ديفلوبي اللعب ديالها وما تقدرش تطلع وتولي عندنا في الميدان ديالنا، لان اصلا هو عارف الاكراهات اللي عنده من خلال النقص ديال العناصر الوطنيه اللي ما تمكناتش كلها باش تكون جاهزه، يا اما بكورونا يا اما بالضغط ديال الجو اللي ما قادرينش الناس يتحملوه في المناخ ديال الكاميرون. هو ماشي مناخ حار، ماشي قضيه ديال السخونيه ديال الحراره كما عندنا يمكن تكون عندنا في الواحه ديال فيكيك ولا ديال تافيلات ولا ديال درعا ولا في صحرائنا الجنوبيه، وانما هو مناخ يعني في هذه المناطق الوسطى ديال افريقيا، المناخ المداري ولا المناخ الاستوائي. المشكل ماشي غير في الحراره وانما المشكل في الرطوبه، والمشكل يعني في النقص ديال الاكسجين. هادشي علاش سفيان مرابط هو النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها، انه ماشى في المقابله الاولى يعني ما دخلش رسمي، في المقابله الثانيه لعب باقتصاد كبير جدا، ويعني ما لعبش بداك سفيان المرابط اللي كنعرفو، لان حتى هو عطاه تعليمات واحده للوزيتش باش ما يجهدش ذاته ما يعذبش راسو، خصو حتى يولف على الاقل بعد واحد شويه، لان اللاعب محتاج بحال العود ديال التبريضه محتاج يعمر لي بومون ديالو بالاكسجين باش يمكن له يدير داكشي اللي باغي يدير. فلذلك سفيان المرابط لعب باقتصاد كبير جدا، وبزاف ديال الناس ما يردوش البال لهاد القضيه، غيقول لك لا راه كان ثقيل كان ما جراش ما دارش، ولكن هو لا، لان اللي كان كنبغي يعطي داك سفيان مرابط اللي كنعرفو كان ممكن يسالي لا كوب دافريك، ما يقدرش يكمل لا ولا حتى شي حاجه، والمسار باقي طويل، وحنا في الاخر نعرفوا بلي واحد راه واخا قال لك حقا ما غاديش يمشيو لنا لكاس افريقيا، ولكن الخطه هي انه يوصل النهايه ديال كاس افريقيا. فسفيان مرابط ما عطاش داك الشيء اللي كان منتظر منه في المقابله الثانيه لهذا المعطى هذا ديال ان الدري يعني ملي وصل هو مولف المناخ ديال اوروبا، ملي وصل الكاميرون يعني غادي يتزير ما غاديش يقدر يعطي داك الشيء اللي عنده، ماشي في رجليه وانما بدنيا. المساله عندها علاقه مع لي بومون، عندها علاقه مع الضربات ديال القلب، وكتشوفوا الحكام بين قوسين، الحكم ما كيجريش قداش كيجري اللعاب، وكيبان لك الحكام يتصببون عرقا، الحكام كيجري شويه ماشي بحال اللاعبين، ولكن كلهم كيبان لك عرقاني وتا ما كيحتاجوا يشربوا الماء ويمسحوا الفوطه ويمسحوا وجهه. النقطة الثالثة اللي بغيت نهضر عليها هي ديال الاكتشاف ديال كأس افريقيا الكاميرون هو عز الدين أناحي، المرة الثانية على التوالي من بعد المقابلة الأولى، دري باقي صغير دخل المقابلة الأولى قام بدور رائع، دخل المقابلة الثانية قام بدور رائع جدا كذلك، وأدى الواجب ديالو كوسط ميدان وبالتعليمات اللي عطيه المدرب والبلاصة فين حاطو فين خاصو يكون. فإن فالور سيغ ديال أناحي، بزاف ديال الناس اللي في المقابله الاولى ولا الثانيه ما ردولوش البال، كاين كاع اللي انتقدوا، كاين الناس اللي فعلا عجبهم ولا محللين ولا جمهور، ولكن بزاف ديال الناس جاهم يعني عز الدين أناحي كي والو، ولكن هو بالعكس هو اون فالور سيغ وشي كيلك شوز دو سوليد في المجموعه الوطنيه، وبالاخص مادام انه في الرهان ديال وسط الميدان، لان وسط الميدان هو القلب النابض ديال كل منتخب ما يمكنش للمنتخب الا كان عنده وسط ميدان ما مزيانش، واخا يكون عنده مدافعين وجول ومهاجمين مزيانين
فكتكون الشبكه مقروطه ما يمكنش يمكن يدير والو. هذاك الشيء علاش لحد الان فعلا باقي المنتخب مادام وسط الميدان باقي عندنا فيه مراوحه المكان بسبب الظروف المناخيه وبسبب الاعطاب ولا بسبب الامراض ديال الدراري، فباقي ما شفناش الطلعات ديال اشرف حكيمي اللي مولف كيطلع من الخلف ماشي الفوق، خصو ينطلق من الخلف، خصو يكون عندك وسط ميدان مزيان باش يمكن تفتح اللعب مع 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 اشرف حكيمي ولا حتى مع ادم ماسيلا اللي ما كيطلعش بزاف، ولكن في الاقصائيه ديال كاس افريقيا وكاس العالم شفنا كيفاش الدري بدا مقابله بعد مقابله كيتطور وبدا كياخذ شويه ديال الجراه. فواحد اللقطات في شي مقابله اقصائيه راه ذكرنا في شي طلعات ديال الحضريوي، ومن ثم انا بان لي بحال انه يقدر يمشي شويه يقرب لنا المستوى ديال الحضريوي الله يعاونه، ولكن في المقابله الاخيره بان لان ما كيقدرش يطلع لان ما عندكش ان جو بيان ديفلوبي، ما عندكش مجموعه كامله رسميه باش كيلعب وحيد هاليلوزيتش، ووسط الميدان ما قادرش انه يديفلوبي اللعب اللي خاصو يلعب. فكنتمنى انه في المقابله الثالثه وندوزو للدور الثاني كذلك التومون يكون ايمن برقوق وسفيان مرابط في كامل اللياقه البدنيه ديالو ويلعبوا على البيفو، لان سفيان مرابط راه هو البيفو ديال المنتخب الوطني. كيف ما بالنسبه للهجوم هادو بثلاثه كلهم كيلعبوا مزيان، ولو انني انا كنفضل يمكن نصيري وسامي مي على الكعبي، ولكن بثلاثه مزيانين كلهم كيأديو الدور اللي عليهم، خاصه غير السقائين الناس اللي كيسقيو لهم ويجيبوا لهم باش والمهاجم قلب الهجوم خصو يمكن تجي سبعه الكرات طايبه يمكن تجي ثمانيه باش يسجل واحده ولا جوج. فالعمل اللي يقوم به سفيان بوفال وعمران لوزا وإلياس الشاعري اللي دخل وكان واجد وسليم أملاح اللي بدا كياخذ طريقه حتى هو شويه بشويه، يعني داك الساعه الطلعه ديال اشرف حكيمي بالاخص، لان الطلعه ديالو بحال ديال كافو بحال ديال مايكوم بحال ديال حنا في زماننا ديال خليفه والمريس والحضريوي، طلعات ديال الاجنحه وصابر ولا عبد الاله صابر ولا وليد الركراكي، يعني اللي كانوا طلعات اللي مزيانين ديال السقائين كتجي يعني كيف ما كنشوفوا دابا كارفاخال ولا مارسيلو ولا جوردي البا ولا هذه طلعات يعني كتمشي نص بيت طريقه، ولكن خصو يكون طلعه مبنيه من البدايه. اذا هادو اللي بغيت نهضر ثلاثه ديال النقاط وما نطولش باش نرجعوا من بعد المقابله الثالثه، نتمنى تكون في مستوى اروع ويكونوا الدراري اللي كانوا معطوبين ولا اللي كانوا مراض يكونوا تشافوا والله يشافي الجميع. غير خاص الناس يعرفوا بلي ان كاس افريقيا استثنائيه، هي كدور في ظروف استثنائيه اصلا وتاجلات بسبب ظروف الجائحه، والناس دابا تقريبا يعني الناس كلهم فيهم ذاك الخلعه ديال الاصابه بهذه الجائحه ديال تبعات ديال كورونا، فحتى شي واحد بيني وبينكم حتى شي واحد في هذه المنتخبات في اللعيبيه ما غادي يكون كونسونتري 100%، دونك يعني جميع اللاعبين غادي يبانوا بانهم في واحد المستوى قليل. وحنا شفنا كيفاش الجزائر صدمتنا، لان لا الجزائر ولا غانا في الحقيقه كيشكلوا صدمه بالنسبه للناس المحبين لكره القدم، كيفاش ان الجزائر الفريق المكتمل الخطوط من الحارس للدفاع للوسط للهجوم، هي الفريق انا في نظري الاكثر تكاملا في الخطوط ديالها في هذه كاس افريقيا، ولكن هي في يعني كتصدمك في اللعب ديالها. كذلك غانا من المقابله الاولى ملي كيبان لك كيفاش كتلعب واندري ايو الكابيتان والتجربه وكذا كيبان كومبليتمون ديكونسونتري، يعني ممكن يجيب انذار يجي جوج انذارات ويخرج بطرد. تحياتي وبقاو معنا على الخط في هذه القناه ديال يوتيوب بالتعاليق وباللايكات وبالاشتراك، وتحياتي ومزيدا من التوفيق والتالق للعناصر الوطنيه المنتخب المغربي في الكاميرون 2021 دابا ولا 22. مع السلامه.